هذوما كل من أخطأ في حق الشعب التونسي يلزم المحاسبة، أما مش شد أبحث وبعد سيب بمفهوم قيادة النهضة بمفهوم رجل غنوش، هذاك لازم يتحاسب. القبر عن جوهر مبارك أنه هو هرب، ماهوش إيقاف، هو هرب، مادام هرب عنده قضايا. إذا كان إنسان يهرب البلاد خفية عنده قضايا، وإذا قلوا القبر مش إيقاف. إحنا مع القانون راه، أما القانون نعرفوه في تونس يطبق كان على الزواولة، إحنا يطبق علينا القانون، إحنا خاطر هما اللي ناس السياسيين وهذوما ماهوش ناس بسطاء كيفي أنا ما نقراش ولا غيري ما يعرفش. بعد إيقاف كل من القيادي جوهر بن مبارك وعصام الشيبي القيادي بالحزب الجمهوري، تتواصل الإيقافات لتطال كل من غازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي والمحامي رضا بالحاج من أجل تهام عديدة من بينها تآمر على أمن الدولة ومسائل تتعلق بقانون الإرهاب ونسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية. شنو رأيك؟ أنا مع القانون ومع الرئيس قيس سعيد، وكل من أخطأ في حق الشعب التونسي يزمه يتحاسب. هذوما اللي توا في الايقافات اللي شدوهم لازمهم يتحاسبوا، كما جوهر بن مبارك ياسر يطول على رئيس الجمهوريه، كما مخلوف كذلك زاد يطول على رئيس الجمهوريه ويتامروا على الدوله وفي حق الشعب التونسي اللي 10 سنين هذه تونس خراب ردوها خراب، وهما هما مسببين في الشيء هذا اللي صاير توا في الوضع نتاع الاقتصادي والاجتماعي في تونس، هما متسببين. وانا نطلب من سياده رئيس الجمهوريه قيس سعيد مشكور ياسر زاده، ربي معاه هو لولو الشعب كله معاك، يزمك هذوما كل من أخطأ في حق الشعب التونسي يزم المحاسبة، أما مش شد أبحث وبعد سيب بمفهوم قيادة النهضة بمفهوم رجل غنوش، هذاك هو لازم يتحاسب، هذاك راس القرطال هذاك هو الأولين لازم يتحاسب. شنو يمشي يخبط قدام القرجاني ولا يخبط قدام المحكمة يبعثوه 10 سنين بعد يروح؟ لا ما يروحش، لازمش يروح، هذاك جا ناقم على تونس، هذاك في عهد بورقيبة قبل حكم عليه بالإعدام وقت الرئيس بن علي الله يرحمه، بن علي هربوا لبرا، هذاك محكوم بالاعدام، وذاك سبب خراب تونس، ما دام حركه النهضه وانت ماشي. يعني انت مش مع المحاسبه، محاسبه كل شخص اجرم في حق تونس والقانون يطبق على الناس الكل دون استثناء؟ انا مع المحاسبه في كل من اجرم في حق الشعب التونسي. في كل من اجرم في حق الشعب التونسي انا مع المحاسبه. لازم يتحاسب. ما ثم حتى واحد على راسه ريشه، القانون فوق الجميع. كل من اخطا في حق الشعب التونسي لازم يتحاسب. لا مبرر هذا. بعد إيقاف كل من القيادي جوهر بن مبارك وعصام الشيبي القيادي بالحزب الجمهوري، تتواصل الإيقافات لتطال كل من غازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي والمحامي رضا بالحاج من أجل تهم عديدة من بينها التآمر على أمن الدولة ومسائل تتعلق بقانون الإرهاب ونسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية. شنو رأيك؟ أولا أحييك في هذا الموضوع، ثانيا تصحيح كلامك، القبر عن جوهر مبارك أنه هو هرب، ماهوش إيقاف، هو هرب، مادام هرب عنده قضايا، إذا كان إنسان يهرب البلاد خفية عنده قضايا، وإذا قلوا القبر مش إيقاف، إيقاف كما يقولوا رضا بالحاج تم إيقاف، رضا بالحاج إيقافه هو يعرف إيش صار عليه، وشنو هي القضايا اللي دخل فيه، رضا بالحاج عنده قضايا من اللي كان مع المرحوم باجي قاسرزي مع عالي تونس، هذه معروفة، فوزي كمون الملم بالنهضة ورجل غنوش يعرف قضايا هذه، ما ثماش أدلة ثابتة حاليا إلا في الأسبوع القادم، أما إيقافهم راهو على المسار الصحيح، وأنا نستنى من المنبر هذا وديما عودتك على نتمنى وقتاش يقوم الصباح ويقول القبض على سمير ديلو، لأنه رأس الحربة سمير ديلو، القضايا الكل عن سمير ديلو، ولذا هذا كلهم يجد تجي اليوم روح غدوة ويتوقفوا بصراحة مؤقت وصراحة كذا وخمسة أيام ستة أيام، أنا ما نتهنى كمواطن تونسي ومحافظ شرف إلا القبض على سمير ديلو لأنه رأس الحربة. أنا قلتها مرة واثنين وألف، أما زوز عناصر لابد القبض عليه، هذا كلهم غدوة وجمعة جاي وهتو صراحة مؤقت وحرث، القبض على سمير ديلو والمتعنتث اللي عمل حزب هو نجيب الشيبي، هذوما العناصر الزوز، انا نعرفهم، هذوما الاكبر لوبيات في تونس، ومن طرفك انت مره ثانيه وثانيه نقول سيد الرئيس ارجوك ان تلبي طلبنا
في القبر على سمير دين. بعد إيقاف كل من القيادي جوهر بن مبارك وعصام الشابي القيادي بالحزب الجمهوري، تتواصل الإيقافات لتطال كل من غازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي والمحامي رضا بالحاج من أجل تهم عديدة، من بينها التآمر على أمن الدولة ومسائل تتعلق بقانون الإرهاب ونسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية. شنو رأيك؟ والله موضوع متعقد برشا هذا، خاطر ماهوش أول مرة هذه الحكاية نتاع الكافيهات. أنا إن شاء الله نقولوا معناتها إن شاء الله يكون القضاء عادل ويكون نزيه، إن شاء الله كل واحد ياخذ حقه. ماذا بينا زادة فما حاجات ما تدخلش فيها السلطات، فما حاجات تدخلت فيها السياسة، كل واحد ولا يبني على معناتها فما قوانين ما ولا دخلت في السياسة، دخلت برشا في القوانين، ولت مسيطرة معناتها تحب هي اللي تفرض كل شيء أرايها. ولا الشعب ماهوش معناتها كون واحنا الشعب يعرف كل شيء، يعرف كل شيء. أنا نطلبوا إن شاء الله كل واحد ياخذ حقه، وإن شاء الله معناتها ما ماهوش معناتها كونه كل سياسي باش كل يوم إيقافات ومن بعد يخرج هذا بريء. وكما صار مثلا صار مع البحيري، البحيري توقف قبل، علاش تسيب؟ علاش تسيب البحيري؟ عباد كلموني علاش تسيب؟ شنو التهمة نتاعو؟ علاش سيبتوه؟ معناتها أنا واحد من الناس كشاب نقول أنا يستبهلوا فينا، مش معناتها الدولة تستبهل فينا. يا أخي علاش سيبتوه؟ كي هو ما عنده مشاكل البحيري، ما هو مثلا شديت البحيري. وتوا تجي تقول أنت جوهر بن مبارك وغيره وش معناتها أنا كل أنا حسب مري أنت تلز فيا باش نقول لي أما تآمر على أمر الدولة. يا ودي فما قانون فما قضاء، هز ومن غير ما تخليني اللي بيه الفايدة. أنا نقول لك تآمر على أمر الدولة، غادي تآمروا على الشعب هذا، الشعب هذا اللي هو اللي ندفعوا في الفاتورة أعلى. أنا أولادنا ضاعت، أولادنا في المكاتب، المعيشة نتاعنا، بلادنا تحطمنا كشعب تونسي، ما عادش عندنا قيمة لبرا. التونسي قبل كانت عنده قيمة، ما عندناش قيمة. على شعب تونس، التونسي ما عادش اسمه ولا يخاف، ماذا بيه ما يقولش باسبوره، ماذا بيه ما يظهروش، ما يقولش انا راني تونسي. هاو امر يعني تقول لي امر خويا، فما قانون، فما دوله، فما قضاء يقف. وزاده مش هز سيب، شنو معناتها هز سيب؟ يهز وعنده حق باش ياخو، عنده حق ما تهزوش ولا صرحوا اعطونا يا اخي. تامر على امر الدوله سهله، معناتها اي واحد يجي يقول انا مثلا ضدك انت، نجي معناتها راني ضد هذا وهذا، نولي متآمر على الدوله ولا نحب. لا احنا مانيش نتآمر على الناس، ماهيش تتآمر على الشعب، ماهوش يتآمر على امر الدوله. فما ناس تآمر على امر الدوله، الامن نتاع الدوله حاجه خطيره ياسر، وانا الريح حاجه خطيره. معناتها انت معناتها تحب تخرب البلاد هذه. يا خويا اعطيني للدلائل والقرار، علاش تخلوا فينا كل يوم وخرجها ورجعها؟ يعني توا قاعدين نتبعوا كان في الاذاعات. مستر انت مع المحاسبه انه القانون يطبق على الجميع دون استثناء وكل شخص اجرم في حق تونس يتحاسب؟ والله انا مع كي تقول لي مع القانون، احنا مع القانون راه، اما القانون نعرفوه في تونس يطبق كان على الزواوله، احنا يطبق علينا القانون. احنا خاطر هما اللي ناس السياسيين وهذوما ماهمش ناس بسطاء كيفي انا، ما نقراش ولا غيري ما يعرفش ولا حاجه، يمشي يدخل قبل ما يدخل هو في السياسه عامل فصل وفصول باش يطبق عليه ولا ما يطبقش. الناس كلها اي واحد سياسي يشد عنده فصول يطبقها، يعرف شنو يلعب. اي انسان مستحيل باش تعمل له اختراق باش تشده. انت تشوف في الرياضه في كل شيء، في كل ريتش واحد نهار شد الحبس، ريتش واحد حاسبوه ما عملكش. بالعكس هك تشوف واحد يسرق باش ياكل كسكروت يمشي للحبس، والاخر يسرق المليارات ويخرج من تونس ويرجع ويتباهى. السارق احنا نخافوا منه، السارق ولا يتباهى يجي في البلاطوات وينظر وهو ما شاء الله عليه. علاش وين القانون؟ انت توك تقول لي مثلا، انا اعطيتك مثل برشا برشا امثله، معناتها ولينا واحد يتهرب من مش نحكوا في الموضوع هذا. ماذا بيه حاجه ما فهمناش، لا احنا غالطين لا السياسه نتاع الدوله غالطه، فين ماشيين ما فهمناش. يا ولدي ماهيش باش نوقفوا البلاد والمحاسبه تجي هكا. يا ولدي بلادنا فما حاجات، انا كي تامر على يعني كي تقول لي انا تامر على يشوف برشلونه، انت شوف تونس، هذه تونس العاصمه، يشوف هذه كلها ميتة بالشر، اللي عاملة نصابة في الشوارع وفي الواحد كلها ميتة بالشر. هذه بلاد، هذه تدخلها. يعني توك نشوفوا نهبطوا فما يهبطوا في التصاور متاع تونس في السبعينات، مازالنا ماناش متقدمين. تقول محلاها تونس، تشوف اللي احنا عندنا. سيبونا الشباب خلي تخدم، ويسيبونا وخدموا البلاد ويزونا، واللي عنده حق اعطوه حق، واللي مش يمشي للحبس يمشي، مش على خاطر انت ضدي انا نجي ضدك. ولا يعني بورتو انا راه السياسه ما ندخلش فيها هذه، اما بصراحه بلادي تغيظني. انا يعني بلادي مستقبلي، اذا كان انا عشت في عهد
بورقيبه وعهد بن علي وعشت في عهد الفقر، وعشنا احنا وقت اللي كنا نمشوا نقروا، كانت ساشي نقروا بها، ما نمشوا نقروش تو بالالكترونيك. تجي تو تحكي تقول لي انا راهو ولادي، انا ولادي الريفيه ما عندهمش مستقبل، بناتي ما عندهمش مستقبل، ما فهمتش.